السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهارات المفيدة للإنسان إن هو يكتسبها اللي هو موضوع الكتابة على الكمبيوتر. فعندنا تطبيق هنا جميل جدا هيعود الطفل على الكتابة السريعة. أول حاجة أقول له إن أنا عايز مثلا آخد مثلا الحروف، تمام؟ فبيقول لي هنعمل مجموعة من الحروف الجديدة، وبعد كده هنروح للفريس تايبنج. هو بقى بيبدأ يعلمني ان انا مثلا ايه، هروح على حرف، هكتب حرف التي مثلا، تمام اهوت اتش. ناخد بالنا من فكرة الكابيتال والسمول، اي مسافة، كيو يو اي سي، وهكذا، تمام. هو بقى بيقولك انت كتبت كم كلمة والسرعة بتاعتك وكمية الأخطاء وكمية الدقة بتاعتك وكل الحاجات دي، تمام. هتدوس سكيب عشان نخرج من الأمر. عندنا برضو في اللي هي فيش، في حاجات كتير تقدر تختار منها. ممكن تختار مثلا كلر وتكتب جرين، بربل، هنا في اوبشن تقدر تتحكم فيه. هنا ممكن تقول له البايلوت اسامي حيوانات مثلا، فزي ما انت شايف في اكتر من طريقة للعب. مثلا يجي لك اسامي الكواكب وهكذا، روت،